المشكلة هذه إذا كان مثلا هي حلت السيدة. والآن أي. أصبح حلها فرضته الوزارة الصحة واللجان التنظيمية المعنية بهذا القرار. يمنع على الطبيب كتابة اسم دواء إلا بالاسم العلمي وليس ممتاز. بالاسم التجاري. الوصفة نفسها ما الوصفة هو أنا أكون المكون العلمي وليس المكون التجاري. هنا يجي عند الصيدلي يدخل عليه يقول له أنا هذه الوصفة، هو حيقرأ الاسم العلمي أمامه عدة شركات من 1000 ريال إلى 10 ريال. هنا يجب أن يتق الله وراقب الله. هنا القيمة التي لازم أن تكون عند الصيدلي، يقول له والله هو وصف لك هذا العلاج فيه منه كذا وكذا وكذا، لكن هذا العلاج اللي قيمته 1000 ريال يفرق عن هذا كذا، واللي هذا قيمته 100 ريال كذا وهذا كذا. اتق الله وراقب الله في عملك، لأنه في النهاية وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وتأكد والله ما تعمل من شيء هو سوف يكون مردود عليك، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر.